أولا يوم مميز لأنه أول بروتوكول تعاون ما بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة خارج الدولة، مؤسسة دي بي وورد الخيرية، مؤسسة الحقيقة بتعمل في مجالات كثيرة جدا بيهتم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التعليم، الصحة، المرأة، ريادة الأعمال، مؤسسات كثيرة داخلة في هذا البروتوكول، مشروعات مستقبلية كبيرة. النهاردة بنبدأ من خلال المبادرة اللي أطلقتها مؤسسة دي بي آر وورلد في دبي، العودة إلى المدارس. أول مرة تخرج هذه المبادرة خارج دولة الإمارات واختاروا مصر إيمانا بالخدمة المجتمعية اللي الدولة المصرية بتقدمها. مركب كبير بيجول المحافظات والقرى من الأقصر إلى أسوان لتوزيع المستلزمات الدراسية، وبنبدأ بها انطلاقة لمشروعات أكبر إن شاء الله. أهم أهداف البروتوكول هي مبادرة العودة للمدارس. هدفنا بسمة الطفل المصري في محافظة أسوان والأقصر، في دعمه بتزويده بأدوات المدرسة وتشجيعه على يعني الذهاب للمدرسة وهو عنده جميع الإمكانيات، سواء الدعم المعنوي والدعم المادي اللي المؤسسة تقدمه. وإن شاء الله هذه المبادرات سترسم البسمة لجميع الأطفال وستشجعنا نحن في العمل على مشاريع أخرى إن شاء الله. هذه مبادرة يمكن جديدة من نوعها. السفينة حتمشي من في نهر النيل، على مياه نهر النيل، وحاملة البسمة وحاملة مستقبل هذا الطفل وتشجيعه على دراسته وعلى تحقيق أحلامه وأحلام مجتمعه وأحلام جمهورية مصر إن شاء الله.